السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده بعمل حاجه سريعه وسهله قوي. دايما لما بيفيد عندي لحمه مثلا فيها دهن دهون كتيره، فاروح حط حته لحمه محمر وافرمها واوديهم مطعم يفرموا هناك، وبفرم معاهم بصل، بقول بقى كله في الكبه مره واحده وافرم. النهارده بعمل سندوتشات كفته سريعه، مش الكفته الصوابع اللي احنا بنشوي، لا ممكن اعمل كفته زي الكور الصغيره زي اللي جبناها قبل كده من عند جمال اللي في قوسنا، احنا بناكل من عنده من زمان. فالنهارده بعملها بطريقه سريعه وحلوه وسهله قوي. لحمه مفرومه، مفروم معاها بصل بس. طبعا مقسماها اكياس كتير اهو، هنبقى ايه كيس نص كيلو. هحط عليها ايه؟ هحط ملح وفلفل وحبه بقدونس. ده بقدونس هغسله واحط حبه، وهغسل بقى الطماطم والخيار عشان نعمل السلطه الخضراء كمان. اغسل بقى دول واجهز دول ونرجع عشان نكمل مع بعض. يبقى كده لحمه وبصل وبقدونس وملح وفلفل. انا عايز احط الفلفل. حط ملح وفلفل دول. فين الاثنين دول؟ هم على بعض. على بعض. ملح تحت اهو. تحت. فين تحت؟ ومش بقى عشان فلفل فوقيه. اهو الملح شفتيه؟ انا عايز احط الملح. قلبهم بقى كويس. انت ما حطيتيه بقى. انت يا عم بحلقي فيك. يبقى كده مش هحطها. خلينا نحط دلوقتي حاجات تانية. اصبري كده، حطينا ايه؟ بقدونس وبصل وملح وفلفل ولحمه مفرومه. طبعا اللحمه عشان طالعه من الفريزر طالعه من شويه فساقعه، فده اللي هيساعدني ان انا اشكلها بسرعه. اما لو كانت اللحمه لسه سخنه عندكم، لسه مفرومه مثلا وجايه من بره مفرومه كده، لازم تتشمع على الاقل ساعه. بعد ما تحط كده تشمعيها ساعه. نعم يا روحي. تعملي معايا كور؟ طيب ما تتوسخ ليه؟ عارفه ايه بتوسخ؟ بنغسلها تاني. ماما ماشي. لما اجيب طبق بس كده كور بقى اهي. ممكن تعملها صوابع بس انا بحبها كور. مش عارفه اخدها وكده، ماما فاكره لما كانت موفه هنا ما كنتش عارفه دي اصلا. ايه كور كده؟ ممكن تعملها صوابع كده، ممكن كده. ايه ما تعمليش كده؟ انا كور صوابع دي صوابع او كور. ماما مش عارفه اعمل. ما تعملي يا حبيبتي. مش بعرف اطلع. انت عايزه حته؟ كده تمام. كورها بقى كلها كده. كده هقطع سلطه خضراء. اوريكم انا بعمل الطحينه برده كده، نسوي على طول. حلوه قوي الكفته دي، فظيعه. لما ما خدتش وقتي، لما تعملي شويه اكتر يبقى بين ايدك عشان ما تلزقش. عملت كتير صح؟ اهو شايفين كده؟ يعني بقى كويس قوي كده. خلص بقى الكميه كلها، وبعد كده نسويها مع بعض لما سلطه الطحينه كمان. نجلس لها فصين كده ونشتغل فيها على طول. طيب اغسل ايدي واقعد بره. وانا قلت بقطع حبه بصل وطماطم في الطاسه من تحت عشان ايه؟ يعملوا زي صوص كده، نعمل زي قاعده وفي نفس الوقت ايه تدي طعم كده عشان نيجي نحط في السندوتشات. تبقى حلوه حبه بصل كده حلوين. هنعمله كده صح؟ هنعملها كده بطريقه حلوه. شوف بس الايه؟ البصل ده مزرع. انا بشيل الحتت المزرعه اللي فيه. بس قاعده بسيطه كده. بصوا انا عامله كل ده. شطور لفه جميل اصلا. بصوا في الطبق فاضل له كام حبه. عين وجعتني يا ولاد. من اولها. عين وجعتني والله.
تاني الخلايا تعمل ايه؟ ماما ليه البصل بيوجعني؟ هو البصل كده. انا عايزة يوجعني، انا عايزة يوجعني البوبة دي اللي ما يوجع العين. لا بيوجع العين، بيغسل عينيكي. بيغسلها ازاي؟ بيغسل؟ لو هتفعل مش هيخليني عيط بدل ما اغسلها. خرابي يا ولاد. لما المية تقطع يا ماما، لما المية تقطع ابقى حطيه قدام عيني عشان ينزل لك مية دموعك وتكوني مستحمية بيها. استحمى بالدموع ليه يا صدفة؟ لازم هات العمر كله بقى. ادي كده عملنا فتش بصل، نحط لها بقى قطعتين طماطم كمان عشان ما انت ما عندك لو الميه قطع والنور قاطع تتحني بيهم. احنا عايزين نجيب طاسه اكبر يا رفا. نهار ابيض، ما تاخدش طاسه كبيره. انا مش هتكفي. هتكفي ايه؟ اه تكفي. هي دي الكبيره دي صغننه. انت لسه لان كمان انا وقعتني. عندي كده البصل اهو، نحط بقى فرشه من الطماطم. فرشه من الطماطم. مريم منقله طماطم ناشفه يا اما طماطم طريه. مريم ما تعرفش تنقي خضار اصلا. هو الراجل، انا شفت الراجل محط الحش الاثنين دول اما تحطهم من نفسها كده. حطينا فرشه طماطم وفرشه بصل كده اهو. ماما حطيت كبير. ماما الحي هناك يا حبيبتي، هقطعها اهي. اهو خلصتي يا لفا؟ لسه اهو. طب انجزي يا حبيبتي يلا. لغايه بنت تخلص الاكل. بس لو ضربت طماطمات كده صغيرين مع البصلتين كده حلوه قوي، فرشه حلوه بسيطه. ثلاث بصلات والبصلتين ايه؟ نحطهم بقى على نار هاديه يتبلوا شويه على ما اخلص بقيه الكفته دي. اهو. ما انت مش هتساعدين، هعمل الكفته. بس كفايه كده اهو. اولع بقى النار عليهم واسيبهم كده يبداوا ينزلوا الميه بتاعتهم. مش حد يخلص كميه الكفته. شوفي لفا ما شاء الله قربت تخلص اهي. حلوه قوي كده اهو يا اولاد. الصلاه على النبي. النبي تسلم ايديا. والله انا لا، انا اصلا اللي قربت اخلص. انا اصلا ما قعدتش بره، انا سبتها وطلعت عارفه تعملهم لحد ما اعمل حاجه تانية. قالت لي اه. لفا اصلا دي بتقول لي بحب اساعدك يا ماما. اقول لك اقول لكم حاجه، ده انا اللي قربت خلاص الطبق. شطوره يا لفلفا. لفا نجحت. نجحت على فكره، وهتجيبلي تليفون مبغبغ اهي. وجابت الفول، بصوا الفول مارك. في كله قفلت كله. الانجليش والساينس وماس والعربي كمان كله. جابت في كله فول مارك. شفت يا ماما بقى انا قربت اخلص اكتر منك. شطوره يا روح قلبي. لوحدي انا بقى الكفته ما تستوي، نعمل السلطه الخضراء وسلطه ايه؟ الطحينه. الطحينه عندي طحينه الحمد لله اهو. ماما مش هقول على اكل وحش، استلم اللي بيقول على اكل ده وحش. لا احنا بنقول الحمد لله على نعمه ربنا كلها حلوه. حتى لو اي حاجه بايظه بيقول وحش. لا احنا بنقول على نعمه ربنا الحمد لله حلوه جميله. عشان ربنا يحبنا. وحتى لو صفا كانت بطنها اكبر من كده نقول الحمد لله. صفا؟ اشمعنى صفا؟ عادي اي حد. ماما اي حد عادي. ماشي يلا خلصي بقى الحته اللي اسمها تكمليها. سيبيها. يلا هغسل ايدي جوه والم الحاجات دي واجي. خلصت. شطوري يا لو شاطره شاطره شاطره.
ما قلبتهاش ولا تقليبه، دي اول تقليبه. بصوا بقى الجمال، نعمل طحينه بقى يا ولاد، خطيره. الله على الجمال. الدهون بقى اللي في الكفته نزلت كلها تحفه، ريحتها خطيره، طعمها رائع. طحينه بقى، انا عندي معلقتين طحينه، فصين ثوم، بسم الله. ادي اهو، وازود ميه واقلب. ميه عاديه من الحنفيه، ما بحطش ميه سخنه. وابيضت وتقلب معاك وخدت بقى ايه القوام اللي انتوا عايزينه. صلى على حضره جمال النبي. ملح وفلفل وعصرة ليمون وشوية كمون، شكرا. احلى سلطة الطحينة، تخفف حبة كمان. طبعا انا مش عاملة كتير عشان احنا بنحب السلطة الخضراء اكتر، يكفي عليها كده. رائعة، اقسم بالله رائعة يا ولاد. انت تخش تترنح، احنا مش عايزين سندوتشات، خليهم يغمسوا كده بيها. بس طبعا هصفي الدهون اللي فيها دي عشان ما تجيبناش تصلب شرايين. مفيهاش ملح خالص، بس فاتحه كيس ملح عايزه افضيه، بس ما يدولش ان احنا ناخد منه حبه. الله، ميه وملح، نحط بقى حبه بابريكا هنا. مكانها الطحينه وقلب يابا، قلب يابا ولا يهمك. حط ليمونه وشويه خل، بس انا قلبتهم سريعا كده ليه؟ ترونا ليش؟ عشان خاطر عايزه امسك. واحنا هنعمله مراكب كده، سندوتشات مراكب، بس انا هاخد لقمه صغنطوطه كده ادوق. فعشان ادوق لازم اخد ايه؟ كفته كده بالبصل بالطماطم بالحركات بكله كده اهو. سلطه خضراء، بسم الله. ايه اللذة دي؟ ايه؟ واو، بصوا ايه اللذاذة دي؟ بصوا شكلي انا اللي عاملة لنفسي، محدش عامل. تدوي؟ تدوي؟ لا دوي كده، دوي الأول. جمال، ايه رايك فيها؟ انا لسه دوقتها. لازم تجربوها، انا 100 على ارض مصريه. ما تجيبوش من بتاع وسنا، انتوا اعملوا انتوا بنفسكم، بتاع وسنا وحش.